الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وكتاب اللهم جعابه 100 حديث للحفظ هو صحيح البخاري مسلم أي لغا سوقاتي وأنا بقول حديث أو دوش إن لغا قيبة أي تحيه كو بسم الله الرحمن الرحيم من فضائل التسبيح إلا تسبيح صدو فضلك كسو أراري وحاكم ذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان لبك المذود لبضاس خفيفتان سهلا أمبا عليس آنا كؤهين على اللسان عربك آنا عليس كؤهين ثقيلتان كعلس في الميزان ميزان كيوم القيامة كعلس حبيبتان لبدا كلمة لوجع البذنها إلى الرحمن الله الرحمن كأ سبحان الله وإله بهفا وبحمده ومركا إساق ومهدي سكلها مركا سبحان الله وبحمده وإسلا سعطها إيه معنى إذا ما سبحان الله وبحمده إلا بطع ما يا سبحان الله العظيم الله وين أياه فالمتفق عليه بر الوالدين لبدا والد والله صمفله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي يميت فقال وحر يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي يا إيقو حق نمان بضان ضدك مركي تاينتها إنا وناجيو وصحبته إنا وناجيو يا حق وله قال وحر أمك ويدا ثم من وياحقة قال أمك ويدا قال ثم من وياحقة قال أمك ويدا قال ثم من يحيى قال ثم أبوك أبها باحيقة احذر الظن ملاذ إسك إلالي عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ما الظن ملاذ إسك إلالي حنموذي وان ملي إسك إلالي محايا لي فإن الظن ملوه أكذب الحديث ورل الشيء كان غبين بضمه امسك عليك لسانك. الحديث الرابع عن أبي هريرة أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد أدونك لا يتكلم بالكلمة وحديع كرتين كلمات إساقها الله ما يتبين فيها أن يكفر سنين يزل بها أي بسبب هذه الكلمة كلمة دا أجري سببتها وسم برحانة في النار نار تلحديد وكش الوني أبعد ما بين المشرق والمغرب إن كفوك إنت إيسو جيران قرح صباح قرح دع متفق عليه. غيرة الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى إناسيه سأم مسيرك إلهي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إلهي غار إلهي وهنا صوضعون مسيرا وغيرة الله إلهي مسيرك سنة أن يأتي المؤمن قفك مؤمن كإنه لي ما دوي ما حرم الله في إلهي حرام كده في إلهي حرام كده يقف مركو كله سيدا ولله المثل الأعلى قفك بن آدم كا وحكي سا مرك الله طاب توك سيدا ونوعا ما أدي ديه لكن إلهي المثل الأعلى غير ذا التمثيل أهم بل أنه كان رنتي متفق عليه. فضل قيام رمضان بالرمضان إلا إشتاق فضل يكس أروري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان قفك إشتاق بالرمضان إيمانا إيمان درتي وإشتاقه واحتسابا أجر قروبسي درتي يضع استاجيسو تكشديسو أيتها إيمان درتي يأجر رادين غفر له روح والله فما تقدمه هرمري ومن ذنبه ذنبيسا إيمانا أي تصديقا بوعد الله إله يبوه يسو سري بالثواب أو يبوه عليه بالثواب عليه على العمل عملك كان قيام كائن إله ثواب بحين احتسابا طلما للأجر قفك يسو أجر رادين لا لقصد آخر لكن أجيد كلامها أجيد كلامه من ريان استصص وغير يحي لها المال. فضل الحج والعمرة حج وعمرة فضل جود. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة لبا عمرة انت أود حيسة كفارة لما بينهما انت أود حيسة دم بقوال دافة العمرة عمرة إلى العمرة انت لقى جارو كفارة وحال لغو ترتراه أما وللذنوب كفارة
waa kuwii astura ama waa tii asturta fatarada u dhexaysa labada cumro, lima baynahaa, lima baynahuma wixii u dhexeeya oo dembi dhacay asturayaan. Walxaju lmabruuru, xajka sida ay tahay loo gutay, laysa lahu, ma uma ahaanin jazaaun abaalmarin ila aljannatu, janna mooyaane. Halkaan cumradii baa la sheegay, cumrad dhamaysay, cumrada ka intii laga gaaray dembigaaga waa kuwa dunuubta yaryar. Halka kan waxaa la sheegay xajka haddii sida ay tahay loo guto in abaalmarkiisu janno uu noqonayo. Atathaa'ubu min ashaytaani, ammaansigii ama qofkii inuu yaqsoodo mathalan shaydaan buu xaggii ka yimid. An abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaala atathaa'ubu min ashaytaani, tathaa'ubkii ah qofkii inuu ammaansado shaydaan buu ka yimide. Fa idaa tathaa'aba axadukum, midkiin haddii sida ay ku dhacdo ay noqoto inuu hamaanso ama u kala qaado ama gaajo ama hurdo ama daal iyo ka muuqato, falyaruddahu, ha celiyo afkiisa, ma istataac, intuu kari kara yaanu iska sii kala furin. Muttafaqun calayhi. Assacyu cala alarmalati walmiskiin, in markaa loo gargaaro oo laga shaqeeyo carmashii iyo masaakiintii danahooda loo qumo. Alxadiidu taasic can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal الساعي على الأرملة والمسكين، قفك دنا هذا أقمة أرملة دي أي تهي أو بمعنى ما أرملة أو بمعنى أنا زوج أنا اللهين أو مسكين ما تيلا قد انتي. قال كالمجاهد ولم يدا في سبيل الله، قف ودر إله كج هذا أكل، وكالقائم القائم ولم يدا قفك صلاة التاجن الذي كاس ولا يفطر أنا النوجين، وكالصائم ولم يدا قف صوم يؤ الذي لا يفطر أنا أفرين. من مكفرات الخطايا وحق ففك القداف. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوير قال وحوير ما يصيب المسلم مسلم كمي ماده من نصب وحنوك ولا وصب وحنون ولا هم وحمرك همرك ولا حزن وحتيران ولا أذن وحدب أذيد ولا غم يدنا مروك والله معناه حتى الشوك الله كدي قضح يشاكها الله قدري أما دريسة إلا بهدي أيد على كفر الله إلهي وكتر ترى بها لبتا قفك سو جارتي من خطاياه كفف كيسة. متفق عليه. النصب بمعنى التعب وأدالك، والوصب بمعنى المرض. حق المسلم على المسلم مسلم كمسلم كلا وحا وكل يحق. الحديث الحادي عشر حديث كويت مناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم مسلم كمسلم كالوحى وكله خمس شن: رد السلام، سلام تأينه كجوابه وسلام تيسى رديه، والسلام عليكم ورحمة الله عليكم سلام إنه يراده، وعيادة المريض قف كان حنوسا إنه صاب بغض كان حنوسا إنه صاب بغض، واتباع الجنائز هي جنازين كإنه الرعو، وإجابة الدعوة مركو أيهر إنه أجيبه، وتشمية العاطس قفك هندس إن الفرح قريئه مركو الحمد لله يرحمك الله إن إيران. متفق عليه. اتباع الجنازة والصلاة عليها جنازة إن للرع لقنات كذو. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيل من شهد الجنازة قفك جنازة حاضرة حتى يصلى عليها إلا لقنات كذو فله قراط قراط بوليه نبي حتى أنه مشيقين، ومن شهدها قفك حاضرة حتى تدفن إلا لقى حبالنا فله قراطان لبا قيرات بوليه ومحل لقى بدأ مرك قيل مركب حالي وما القيراطان رسول الله قيرات كان لبدا قيرات محيين قال يحر مثل الجبلين واسيد لابور العظيمين أي وين يعني أجر بور تاقاري لابورات بولم إذا مركب حكم مقتة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي حتى كلمة قيرات ويكو عزبة متفق عليهم. من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم نبقى أخلاق ذي سوحة من الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي حواك مشيق طعاما راشين قد هدكه راشين لوك يعني ولي حواك مشيق إن اشتهى هدو الضونا أما أوجع لاضه أكله عنه وإن كرهه هدو كهضاء ونعانه تركه كتقي لكن ما به جرين يا وحن ولاقي يا وحن ساء وقالي شقدي سماه. متفق عليه. طريق الجنة وطريق النار ودد جنة لقوتك ودد نار لقوتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير حجبت النار نارتي وحا لغو حيندابيه أو لغو حجابيه بالشهوات وحيابها نفسد أي جعشة مع معان
وحجبت الجنة جنة وحال لو حين دابي وحريري هذا لدقي بالمكاري وحال لو حين نفسد أن عضاء الله قهضة من آداب يوم الجمعة مالك الجمعة آدابتي سوحة كمذا. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيل إذا قلت لصاحبك صاحبك هدات كتره صاحبك قصر ما أنه صاحبك النقضة وقفك أكتاد الجوغة يوم الجمعة يوم الجمعة مالك الجمعة أنصت آمس والحال الإمام يخطب إمام كون خطبة ذينه من بركسارين فقد لغوت فقد لغوت هذا البعض لتمت يعني واضح هذا الشيء كده من هذا الكهدو قفك ولي ما خلاص لغو وهي كم تحيابها رنت دعوة عيا جمعه متفقون عليه استحباب السواك إلا عضيضه أمل الرميشته إلا الصنيوي. الحديث 16 حديث اللي حيث تمناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل لولا أن أشق على أمتي أمدي إذا هدانا كؤت كين أنا ببين لأمرتهم حنفر لها بالسواك إلا عضيضه عند كل صلاة صلاة المركلة تكنون وجوب إسباغ الوضوء ويسد إن لو حل الأراد إني واجبته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب عرب هلاك بأسقناد ويل هلاك با للعقاب عرب أسقناد من النار بأسقناد عربها وحلقة وضع عرب والبما هو عربتي أنا بيها قارن عربتها قف مركو ويشيستو دي عربتي سمال كميدة و ما أركتي قللا وكتبه هلك هلاك بنبي صلى الله عليه وسلم كده حديث الحكيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقود ويسي سنة يوجد دقدق انت بيه سايسو مريان بروح على أركانين موضع درهم وح ما أركتي شلن وح لأك أما إن كران وح لأك بوصاص وكلا ماشيه وح على أركي أبيه جار كاسال السوق اللي ويلون عقاب من أنا بمعنى بيه جارسيوي رقف مركو ويسي سنة إنه بيه لجارسيو وبهيم حرمة مسابقة الإمام في الصلاة حرمة مسابقة الإمام في الصلاة إن حرمته إن إسلام معركة إمامك لا يحرمه صلاة مركة لوجر مركة. الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه ميان كب قنين قفك كريلة مدحيس قبل الإمام إمامك أنت صنصاك إن كهر متكم مدحيس لبه وذي أن يحول الله إنه إلهي أرغو رأسه مدحيس رأس حمالا مدح دمير إنه إلهي كذي ميانو كبقني فضل السعي إلى المساجد مساجد إن الله صعده وحق ذل آذه ولو هذا ففضلك كسر. الحديث 19 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد قفك مساجدك أوكله أو راح أما بوع الرابة أما ما كسو عرابة يعني مركو انتو تكهدنا كسو عرابة أعد الله له في الجنة جنة وحقود ياريا نزلا مال دقو كلما غدا مركز وكوكله أو راح أما مركو أو عرابه لبدا حالة أما مهم أديك وقتك هرتك أما وقتك دنبتك أما وقتك ركسو الله وقتك مكسو الله لبدا حالة الذهاب ومركب موجين يو متفق على من علامات النفاق منافق لماذا أستامه ذو حكم ذا. الحديث 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية المنافق كالمنافقة على مضى لو قرن وثلاث وسده إذا حدث مركو شيكين كذا بين بوشيك وإذا وعد مركو بلن وقاد أما وقلن أخلف وأباجني وقوب يلي وكبحي وإذا أتو من هديل أمينا خان وقيامين. الحديث 21 حرمة إسبال الثياب بكه الله إن مرضه وقفك وحرانه أما قميسك أما طوبك إن مركا لسيدة يلوضع عن قوي كهوسيان. الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يري ما أسفل من الكعبين يلوضع عن قوي كهوسيان أما لوضع قوب ومن الإزاري مرى الحرتاء وقنتين كي فرنتي معوشتي في فن ناري بيدها رواه البخاري. فضل الجلوس في المسجد على طهارة فضل يكس أراره مسجد كإن لفريس إذا طهارة يقفك طاهر ويهي. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحاول الملائكة ملائكته تصلي على أحدكم متكين بيؤد عيني ما دام في مصلاه انت وبكسغن هلك كنت كان الذي كاس صلى في ماشي كنت كذي صلاة بات كبحت لي ماشي بات فضيضا ملائكته يؤد عيني لكن شرط يقول يا ما لم يحدث هدانو مركة أنو حدث لا إيمان ويسد أني برين تقول وحي الله دعاء ملائكته محيتها مركز صلاة ملائكته
اللهم اغفر له إله ذنبه سوداه، اللهم ارحمه إله من حارس. رواه البخاري. وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد إن له كان سمعيني واجبته. الحديث 23 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كل أمتي أمد إذي الكيد دمان يدخلون الجنة جنة جليان إلا من أبى الروح الدي ذموين. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله ومن أبى أو يدي ذي؟ قال: وحير من أطاعني قفك أني إيه كان سمن دخل جنة جنة جليا، ومن عصاني قفك إيه عاصيا فقد أبى وأدي ذي. التحذير من التكفير إن ليس قدقه إن دتك لك علي سيه. الحديث 24 حديث كفر الأتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه محمد قال: وحير إذا قال الرجل قفك هدوي له لأخيه ولا لكي مسلم كأيا كافر كافر وهدوي كير هذا، فقد باء وحال الله بها كلمة يا كافر أحدهما لبدو ميت كميد أيا قال أما كان يري هدو سيخل دان أطوري أما كل ويري هدو مركا وعون تنطو. فضل التوبة الصادقة توبدي أما توبدي رند صادقة هاي لغا رون شيغي فضلك كسو أروري. الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله إلى هيبة أشد فرحا كفرح بضن أما با آدي وقفر حول لله إلى هيبة أشد فرحا فرح بضن بتوبة أحدكم متكين إنو توبك إنو إلهي آد وقفر حا من أحدكم بوك كفرح بضن متكينو بضالته باذي سهلي إذا وجدها قرتها له. يعني أضو أحكي على مي مركات هيش سأفر حيسد الحمد لله الله ذهي سدا وحا كدرا فرح إلهي وفرح مركة متكين وطوبك وندنبي كله. ولك حديث روحها فرح قفك مركو كبته وحو لي هي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أدون كي قاعد تعني ربي قاعد وانت كبت كلبت بتقفك. إفشاء سلامي طريق إفشاء سلامي طريق المحبة سلامت إن لفافي ولا باهي وضذي مركة اللي سكو جعلان لها. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنوري لا تدخلوا الجنة جنة مجليسان حتى تؤمنوا إلى أتكر رميسان، ولا تؤمنوا من الرميسان حتى تحابوا إلى أسكج علاتان، أولا أدلكم هدى وما إذن تسي على شيء شيء إذا فعلتموه هدى سميسان تحاببتم أسكج علانسان. وش السلامة بينكم هدى وسلامتا إسلا دحمروا فافية معناها الكاس وجعلك هجروا. فضل فريضة فضل صلاة الفريضة صلاة فرض إن لتك فضلك كس أرار. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس صلاتها شنتا والجمعة جمعه إلى الجمعة جمعتي جمعة كلا لجار، ورمضان ورمضان إلى رمضان لجار، مكفرات ما بينهن أنت أود حيث دنبت أي الوتر ترى، لكن شرط جمعها إذا جتوني بتلك بائرو ذنوب تتيد وينها دي لقفه قادم. فضل شهر المحرم وقيام الليل بش محرم كافل دي قيد يهبين كإن قيام الليل للجم هذا. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنير أفضل الصيام أفضل الصيام بعد رمضان صون وحا وفضل بنا رمضان مركا لقاتكو شهر الله المحرم بش إلهي محرم كأم، وأفضل الصلاة صلاة نوحة وفضل من بعد الفريضة مركا لغتقو وبمعنى كسكو صلاة الليل صلاة الليل كو مركا شهر الله المحرم فضل يعني بشاسنا سون كيدا نفضل با كجرة صلاة الليل كان فضل با كجرة، لكن فضل شهر الله المحرم وبعد رمضان فضل صلاة الليل من بعد الفريضة. متى يغلق باب التوبة باب التوبة قرما الحرية. الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قفك توبك أنا قبل أن تطلع الشمس قرحت إن تاني كصبح من مغربي هل كي أدعيسه تاب الله عليه إله كتوب أقبل. رواه مسلم. وجوب إعفاء اللحية قرك إن لسيد يواجب إن يتهي. الحديث 30 حديث كصدناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جز الشوارب شوارب تقوية وأرخ اللحى أم أرخ اللحى قرك نسيدة يخالف المجوس كو مجوس خلافة، يعني معنى إن شاربه هنا لجره قركنا لسيدة يو وحي كده أنت هاي ما دام مجوسته كو الدبعابوت كي أي شاربها سيدة يعني قرك أي حيرة إذن كان خلافة. من فضائل الأذكار إن إلهي لحصه أذكارته فضائشه يضحى كمده
الحديث 31 حديث كوي صدانات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه نبي يقول أن أقول إنا نراد سبحان الله إله باب فن والحمد لله إله باب مهضل ولا إله إلا الله مدحق لو عبد مويان مجر إله إله مويان والله أكبر إله باوين إنا نراد أي أحب إلي اللي يجعل البدن مما طلعت عليه الشمس وقرح ضوحة يكس الظلب حضورا كون كدوي راح نكجعلها إنت. رواه مسلم حرمة العدوان على المسلمين مسلمين إن لو واحد كتبه إن حرامته. الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنير من حمل علينا السلاح قفكي هب نوصو قاتاي فليس منا نقبن مها ومن غشانا عدي إن قيامي سنة وقفكي غش نولي مادنا فليس منا نقبن ترسنا ما ينفع العبد بعد موته الضون كم حاو احترية أم وحاو احترية مركو لنتكدب. الحديث 33 حديث فضني سدحاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان إنسان كهضور لنتو انقطع عمله عمل كيس وإشتاق إلا من ثلاث سدح مويان إلا من صدقة صدقة جارية يدو دريرس أو علم أي إلا من علم علم مويان علم قاسو ينتفع به لا انتفاع صدق أو ولد أو من ولد ولد أو كاسو صالح وناكسون يدعو له إلهي مركة أبريه تلقين الميت عند احتضاره قفك ميت كائن كلمة لا إله إلا الله أفك لوقل يولو لقينه مركو حرارو غيو نفبحيو. الحديث 34 حديث كصدني فراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لقنوا موتاكم كوين الدمانيا وحاد أفك أقلسان أو أد مركا أشيكتان إني رهذان لا إله إلا الله مركا موتاكم قفك مركو لنتمع مركو نفبحي على قوضة. رواه مسلم حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت النبي لقب الشيوة. الحديث 35 حديث صدني شناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا قفكي يقول بين أبورته يشغو شيء ولا كعة كسا أصمين فليتبوأ حد يرسل مقعده هلك وكجل من النار نار. رواه مسلم دعاة الهدى ودعاة الضلالة كوا ضدك هنوك أغييرا يكوا بعد ضدك أغييرا. الحديث 36 حديث صدني الحاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنير من دعا إلى هدى قفكي ضدك هنون أغييرا كان له روحا وحاوه هذا من الأجر أجر حلقيسة مثل أجور من تبعه ضدك إساق الرعي أجر ضد أكل لا ينقص ذلك كان كمن نقصان من أجورهم يجي أجر كذا شيء محبا قفكي وحلو شيء كاسو ما نسمى قليو ومن دعا إلى ضلالة قفكي ذاتك بادي قيارة كان عليه حاضر الأهاني من الإثم دنبية مثل آثام من تبعه ذاتك إساق الراعي دنبية ذو ذا يدوش صار أوكال لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كوانا دنبية ذو حصل وقدي ما بمعنى وامحي قفبا واحد وش يكتي أجل كيسوت كلا الله ذاك مركب ما دام هذه وحوش يكتي كيسة لما قيب سنس إساق أنا قارب أولي كاونا قارب أضل الله سيدا سوكال مركي دنبية ذو قيرتي كوانا دنبي قوذي لنا أدونا دنبي قاذا لذا مركا محوح 50-50 لليها ما رواه مسلم. الوجوب الإخلاص لله إن إله الوبا راح العمل كه واجب إن يتهى. السادس الحديث 37 حديث كصدني تضباد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إلهي باوحو إلى الله خير كيسو بطيء سري وحديث قس أنا أغنى الشركاء انت وحلا يسود درو كان او دقتم بدن بانه يعني الشرك شركي فمن عمل عملا قفكي عمل لي ماذا عمل كاسو اشرك فيه ولو ذا جي معي اني قال جيرك غيري ذاتك تركته انك جتك يا اسقي وان كنت جاي وشرك وشركي بمعنى وامح يعني مثلا هدان انت انا اسكو درسنه نينك انه اقول دقاله بدن و دا يعني ما هو انو ما باهني باهي ما هي نينك كنت قسمه الى سبحانه وتعالى عملك اني بمعنى ان متيستي salaadi sonki ducadi wixii dhanba oo aniga lagu tala galay hadii qof kale la wadaaji ilaahay iyo hebel ilaahay iyo sanan fulan ani uma baahni wiil rabbul alamin jalla wala waxaan u baahan marka aan ka tagay macna waa amalka lama aqbalin wiil amalkaaga lama aqbalin wiil fadlu salati ala al habibi sallallahu alayhi wa sallam fadli ku soo aroo nabi maxamed in lagu saliyo. Al hadith 38 hadith sadani sidadaad nabi hurata radallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man salla alayya wahidatan qafki مرء يصلي صلى الله عليه بها صلى الله عليه عشرة إلهي تبنجر ومركة
كصلينا بمعنى وما ولا نحرسنا حرمة دم المسلم وماله وعرضه قفك مسلم كأدي جيس إن ربينها يحوله يس يدم قد كيس عرض شرفتي سمال الله جدعه. الحديث 39 حديث كصدا يسجالات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيل كل المسلم مسلم والباب على المسلم مسلم ككلا حرام وحكاه دمه ديجيس وماله حوله وعرضه دم كيس أما شرفتي سماله جمال ديك رواه مسلم. فضل الصدقة والتواضع إن صدق لا لبحه إسلام أركان أنا قفك أسئل ديجه أنا إسكبرين فضل كسو أرار. الحديث 40 حديث أفرتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيل ما نقصت صدقة صدقة من نقصان من مال حوله وما زاد الله إلهنا ومكر لي عبدا أضن بعف بسبب عف عف وضد عفي سبب إلا عزا شرف مويانا وما تواضع أحد قفنا اسمه دول ديغو لله درتي إلهي اسمه دول ديغو إلا بهدو صنبايو رفعه الله إلهي بكري يلي. رواه مسلم حرمة الغيبة إن لحنته حنته إني حرامته. الحديث 41 حديث أفرتني كواد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد أتدرون ما قرانا يسمى الغيبة حن وحيتها. قال وحيد الله ورسوله أعلم إله رسولك ساقر شوك. قال وحيد ذكرك شيقستاد وأخاك ولالك أتكشيك تدماء يكره وحوكوهنا يتاسع حن لده. قيل مركب حالي أفرأيت كورا بالرسول الله رسول الله كورا إن كان في أخي ولالك يهدي وكسي في سنة ما أقول وحن له إنت كشي يهدون له كورا. قال وحير إن كان فيه هدي ولا الكا وكسي في سينها ما تقول وحد لا فقد اغتبت هرت واحد حمات تعمل دقو وإن لم يكن فيه ضان وكسي في سنين وحي إسقي يعني كم وقن فقد بهت واد نبطي وحسن أهيم بضوش كسرتوه. من فضائل الأذكار إن أذكرت لدي ماذا فضائش إلا ذا. الحديث 42 حديث كأفرتني لبعض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير سبق المفردون كو مفردين تاوي تجان. قالوا حين وما المفردون محل جواد رسول الله مرك المد وكلمد عصب بايكو أهيت صحابة رسول الله سلام وما المفردون يا رسول الله. قالوا حين الذاكرون الله كو إلهي حسين كثيرا إن فربضا أيوة الذاكرات أيوة الذاكرات الله كثيرا يضمرك إلهي إن بذن حسين. رواه مسلم. القلوب والنيات قلوبتي نيينك. الحديث 43 حديث أفرتني سدحاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إلهي لا ينظر مأجو إلى صوركم قاببكينا إمقالذينا إو أموالكم حوليهن إهنتذينا ولكن ينظر لكن إلهي وحم مطالع عياء وآجع أو فيريا إلى قلوبكم قلوبتين وعمالك عماش الله إمانسان. فضل سورة البقرة بقرة إن لا أقريه سورة دات فضلك إلا ذا. الحديث 44 حديث أفرتني أفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لا تجعلوا هكيرين بيوتكم هل كانت دقنتهين مقابر مال قبرها قبرها كدقنا قبورها كدقنا ومالا لقلت كان هكدقنا. إن الشيطان شيطان كينفر كددا من البيت قرق الذي كاسو تقرأ فيه لو أقريه سورة البقرة سورة البقرة لو أقريه. هل كان طبعا علماء استنباطي كلبحين ومحي إن قبر أن قرآن لو أقرنيه أصلاً لأن محايا للنبي مدين مقابر. رواه مسلم. تحريم إيذاء الجاري درسك إيجارك إن لأذي ذي يولا ديب إني حرامته. الحديث 45 حديث أفرتني شناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل الجنة جنة مجلية من روح أو لا يمن أن آمن كأهين جاره درسك سبوائقه لبكي سئيه وحاو يسوي أذي ذي سا مركة البائقة ووحي حلاقة لبكي حكيني. أقرب ما يكون عبد من ربه أنت قارت وأضنك إله ربي أدويه. الحديث 46 حديث أفرتني لحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحير أقرب ما يكون العبد أنت وأضنك أدويه من ربي ربي وهو ساجد قارت وسجوسه يسقو سجوسه بأدويه فأكثر الدعاء دعاء بادية. رواه مسلم. طريق الجنة والدار الجنة للجوار. الحديث 47 حديث أفرتني تضباط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير من سلك طريقا قفكي رعا وضع وضلص يلتمس فيه وكر دين علما علمي سهل الله له إلهي بأسهل به وضلع بمعنى علمي قاعدة طريقا بأسهل
طريقاسو إلى جنة جارسية أما سهل الله له إلهي أمرك وعفوذ له روح إساقا به بسلوك هذا الطريق طريقا أراعي طريقا بأفوذ إلى الجنة جارسية منزلة الحب في الله إلهي درتي محلوج على هذا درجة إلى هذا. الحديث 48 حديث أفرتني سديداد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أما إن الله يقول إلهي يحل يوم القيامة تجني ذا مال انت إذا مركا لقاره أين المتحابون أو كو إسجعل هذا بجلالي وين كي إسكو جعل هذا اليوم ما أنت أن أظلهم أن هرين يا في ظلي أني هركيك يوم لا ظل مال أن هرجر إلا ظلي أني هركيك هوسكي مويا. رواه مسلم لا نافلة إذا أقيمت الفريضة صلاة سنة لم تكنكره حديث صلاة فرض كأهل أقيمه. الحديث 49 حديث أفرتني سجارات سجالات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر إذا أقيمت الصلاة صلاة هدي لأقيمه وفرت كأوي فلا صلاة صلاة مجرت ولا تكن إلا المكتوبة فرت كأهد مويان. الدنيا سجن المؤمن الدنك وقفك مؤمن كحبسي جيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر الدنيا سجن المؤمن قفك مؤمن كحبسي جيس وجنة الكافر كان قال كجنة دي سوي. رواه مسلم والمعنى وحالك وضع أن كل مؤمن قفك سو مؤمنة مسجون حبس بكجرة ممنوع كي لقرب في الدنيا الدنيا من الشهوات المحرمة وحياها مع معاني اللي حاران تنمي والمكروه وحالة كهض مكلف ويمد لغو كلف بفعل الطاعات إنو عمل ذا وناكسن أما طاعات كليم ذا أشاقة أذك فإذا ما تمرخو لنت استراح من هذا وحصلنا مكرر حسنة وانقلب إلى ما عد الله تعالى وحونا أقول الله بانا يوحي إلهي أدياري ومن النعيم الدائم النعيم الجوكتاء إيو الراحة إيراحة الخالصة إيادو مركا كبد بادي خالص نكاه من النقصان النقصانتا هل كنت نكاسا كو استاقي النبي بإذن الله سبحانه وتعالى وبإذن الله التوفيق.